نعم مشاهدينا الكرام، عدنا مجددا في فقرتنا أمل وحياة. طبعا تكرس دولة الإمارات جهودها لدعم المهارات وتأهل العديد من الرياضيين من ذوي الإعاقة في المشاركة في بطولات العالم بامتياز، كما كان لنا الفخر والاعتزاز باستضافة إمارتنا الحبيبة الشارقة للمرة الثانية لدورة الألعاب العالمية للإعاقة الحركية والبتر 2019، لا سيما أنها ساهمت بشكل فعال في اكتساب الخبرة في تنظيم الأحداث الرياضية العالمية لمن هم من ذوي الإعاقة بسلاسة ويسر. معنا اليوم في الاستوديو صباح الشارقة مشاهدينا الكرام المستشار حميد علي العبار، نائب رئيس مجلس نادي الثقة للمعاقين وعضو اللجنة العليا المنظمة لدورة الألعاب العالمية لذوي الإعاقة الحركية والبتر 2019. رحب فيك سعادة المستشار في صباح الشارقة. حياكم الله. شكرين على الاستضافة. في البداية إذا ما نتكلم عن هذه الدورة، نعم، بس قبل أن نسأل عندنا دكاترة اليوم ما شاء الله، ويعني عندنا تخرج، بس نروح لنشوف هذا التكريم والتخريج، وبس ننتقل مع وبنرجع إن شاء الله لاستكمال حديثنا المشوق، لأن ما شاء الله نشوف إحنا هذه الدكتورة منو إن شاء الله. الله الله. نعم سعادة المستشار، احنا عندنا اليوم تخرج هذه الفئة الصغير في روضة، تابعته قبل شوي. نعم شو رايك في هذه المناظر؟ شو رايك في الفكرة نفسها ان اليوم يسوون حفل تخريج للروضة؟ والله الحين سألت انا، هل الحضانة هاي في التلفزيون؟ قالوا التلفزيون. نعم. يعني معناته يعني انا اعتقد اول مبادرة عندكم. نعم. في التلفزيون. نعم. ان تخرجون. نعم. البراعم هذه. نعم. وهذه صراحة يعني انا فكرت يابين مدرسة من برا، يعني يابين. نعم. من احد الرياض يعني برا. نعم. ما شاء الله فكرة طيبة، وهي مو بغريبة عليكم انتم. نعم. افكاركم ما شاء الله عليكم. الله يبارك. طبعا يعني كل ولا زي التخرج هذا يعني. نعم. هذه اعتقد روضة بنت زميلتنا ميرا، فنتمنى لها التوفيق، ونبارك بعد لميرا ونبارك لكل الأمهات على تخريج أطفالهم. نعم. ونبارك حتى لحضانة مؤسسة الشارقة للإعلام على الجهود الكبيرة اللي بذلوها في مجال تطوير مهارات الأطفال في طبعا لأبناء. نعم. الموظفين والموظفات في مؤسسة الشارقة للإعلام. نعم. نعم. إذا مشاهدينا مستمرين معاكم مع المستشار حميد علي العبار، ونستكمل أو نبتدي أسئلتنا. أكيد نتكلم عن هذه الدورة في البداية، هي اللي المرة الثانية تنظم في إمارة الشارقة، صحيح؟ سوف تنظم إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. أول شيء حق نيابة عن الرئيس وأعضاء اللجنة المنظمة العليا ونائب الرئيس، ونتقدم بالشكر والعرفان لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان محمد القاسمي الداعم الأول ونصير المعاقين في تنظيم هذه البطولات والبطولات الأخرى. حقيقة نحن هذه بإذن الله رست علينا ثاني بطولة ترى في خلال سنة 2019، بتكون البطولة الألعاب اللي ذوي الإعاقة الحركية والبتر. المرة الأولى في 2011 تم استضافتها في إمارة الشارقة، في دولة الإمارات العربية المتحدة في إمارة الشارقة. كانت يعني الدورة هذه ممكن فيها 1000 مشارك من يعني حوالي تعدون 500 و600 لاعب. نعم. والمعاونين معاهم والمرافقين واللجنة التحكيمها. فكانت الإمارة استقبلت 1000 شخصية موجودة في إمارة الشارقة. نعم. تم تجهيز لهم جميع الأمور اللوجستية من الإعاشة والإقامة. نعم. والاستقبال والمواصلات، فكانت يعني الحمد لله اكتسبنا خبرة في التنظيم. نعم. الأول، وبجهود الأخوة في أعضاء اللجنة العليا واللجان التي نظمت سابقا. نعم. والآن احنا حقيقة بعد يعني وكل الشكر لسمو الشيخ سلطان محمد بن سلطان ولي العهد نائب الحاكم وسمو الشيخ عبد الله بن على دعمهم اللامحدود حقيقه في البطولات هاي مثل هالبطولات. وكذلك نشكر سمو الشيخ سلطان بن احمد رئيس مكتب الاعلامي. نعم. لحكومه الشارقه. نعم. ورئيس اللجنه التنظيميه العليا على يعني موافقته وترأس هذه اللافه، هذه كنا محظوظين فيها، وذلك لتاخذ زخف اعلامي كبير. نعم. في من خلال بدايتنا. نعم. في هالايام. الله يبارك لكم ان شاء الله. لو نتكلم عن
الصعوبات اللي حصلتوها أو التحديات خلينا نقول اللي واجهتكم في مسألة اكتساب هذه الخبرات ووصولكم للمرحلة الثانية؟ واليوم أكيد ليس فقط الدورة الثانية، لكن أكيد هناك في تطلعات وطموحات أكبر من هذه الدورة. تعرف أخي جمال، الحمد لله دولة الإمارات وأبناء دولة الإمارات ما عليهم مثل الصعوبات هذه في التنظيم. خبرته موجودة الحمد لله، إن كان يعني في إمارات الدولة والإمارات الشارقة. التنظيم صار يعني في بطولات إن كان المعاقين وغير المعاقين، فالحمد لله. لا، في كل بطولة أو في كل دورة تمر عليك بعض الأمور اللي هي في صعوبات بسيطة ولكن تنحل يعني الحمد لله بوجود الناس الخبرة. فكانت الطرف هي نحن في التنظيم يوم يعني من الإعاقات الحركية اللي هم يستعملوا الكراسي المتحركة، هذه كانت لها دور في أنك أنت لما تجهز هم السكن والفنادق لابد يكون الأماكن الغرف مخصصة لهذه الإعاقة للكراسي المتحركة، حتى في دورات المياه أو المنحدرات. فكنا حريصين أن نختار الغرف اللي تناسبهم ودخولهم وخروجهم منها وتسهل عليهم بعد في نفس الوقت. متكلم شوي عن الدورة الأولى والنسخة الأولى، شو الجديد في هذه الدورة إذا بنقارن بين هذه الدورة والدورة الأولى؟ أولا في استضافتنا إن شاء الله في 2019 العدد المشاركين بيزيدون. نحن قلنا مشاركين من اللعيبة ولاعبات ومرافقينهم ولجنة تحكيم 1000، الحين احنا متوقعين من 1300 1500 تقريبا بيحضرون، فهذا بيكون بعد جهد أكبر وتجهيز أكثر على اللجنة. بإضافة إلى اللعبات زادت عندنا، أماكن التحديد اللي فيها بتكون فيها اللعبة بيمارسونها بعد زادت. كنا نحن المرة طافت كان نادي الثقة المعاقين والجامعة الأمريكية ونادي الفتيات في الرماية، الآن المرة هذه إن شاء الله بيكون نادي الثقة والجامعة الأمريكية ومراكز الناشئة، وبيكون إن شاء الله لنادي الذيد، وبيكون وبيكون جمعية الإمارات لذوي الإعاقة البصرية. هذه توزعت لهم في كل لعبة، بيكون مثل ألعاب القوى بيكون في نادي الثقة المعاقين، رفعات الأثقال اللي هي اللي بتكون في جمعية الإمارات لذوي الإعاقة البصرية، السباحة بيكون في جامعة الأمريكية، الرماية بيكون في نادي الذيد، ومراكز الناشئة بيكون فيها التنس الطاولة اعتقد هي نعم. فهذه كلها توزعت بحيث ان احنا الهدف كان ان نوسع الاماكن لتعريف المشاركين ان كانوا على مستوى دول العالم في اهميه الاماكن، وفي نفس الوقت اخترنا مدينه الذيد اللي هي في المنطقه الوسطى لتعريف المشاركين في هاي المنطقه واهل هاي المنطقه وكيف ان شاء الله بيكون بعد، وان شاء الله محضرين امورك ان شاء الله بتكون في يعني خلالها. يعني مش مجرد مسابقه، لكن هي بعد في نفس الوقت تعريف دولة الإمارات وتعريف مناطق دولة الإمارات ل يعني المشاركين مثلا من خارج الإمارات. تقريبا عدد المشاركين من خارج الإمارات تقريبا نحن الدول اللي بتشارك في هذه حوالي 49 دولة. نعم 49 دولة من دراسة من دولة الإمارات، وفي من دول الخليج ودول عربية ودول أوروبية، فهذه كلها ودول أفريقية، فهذه كلها طبعا خاصة عندنا أبطالنا اللي نحن بيشاركون الرئيسيين، ونهيئنا الحين خلال السنة نهيئ بعد اللعيبة الثانية، مثل عندك اللاعب محمد القايد بطلنا يعني الحقيقة اللي حاز على مجموعة ميدالية ذهبية وفضية وبرونزية، كذلك عندنا عميد اللعيبة في رفعات الأثقال محمد خميس اللي هو بيشارك إن شاء الله في هذه البطولة، ما ننسى بعد العرياني اللي هو بعد بطل الرماية، وعندنا أختنا طال عمرك بعد
نور الكعبي اعتقد هي نور الكعبي بعد في رفعات الاثقال بتشاركنا ان شاء الله فيها. هذه الرياضات كلها عمليه يعني، هل هناك في مسابقات او مثلا ذهنيه مثل الشطرنج مثلا او غيرها في مثل هذه الدورات او هاي الالعاب موجوده من ضمن الدوره؟ لا ما تخصصت مثل الالعاب، ولكن اعتقد في المستقبل لان نحن سمك الله المحظوظين بعد ما اقول ان عندنا عضو من يمثل دولة الإمارات في 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 الاتحاد العالمي للألعاب الحركية والرياضة الحركية والبتر اللي هو الدكتور طارق سلطان بوخادم رئيس دائرة الموارد البشرية ورئيس مجلس دائرة نادي الثقل المعاقين. ف يعني في المرة الأولى الحمد لله يعني كان له دور كبير في استضافتنا لهذا، وكذلك في كان عضو سابق في المرة طافت، الحين هو النائب الأول لرئيس مجلس إدارة الاتحاد العالمي. جميل أن احنا نشوف نخبة مميزة تشارك في هذه الدورة من دولة الإمارات أو حتى من خارج الدولة مثل ما قلت من الدول العربية الدول الأوروبية. نتكلم شوي عن المشاركين، كيف يتم اختيار المشاركين أو خلينا نتكلم شو معايير الاختيار بالنسبة للي يبغى يشارك في هذه الدورة؟ طبعا كل دولة لها لعيبة يعني مهيئين ومجهزين عالميا. ولما تكون فيه البطولات مثل هذه فهم طبعا لهم الرغبة يشاركون فيها لحصولهم على ميداليات على أرقام وعلى جوائز في نفس الوقت بعد فيها. فكل دولة تهيئ الآن من تعرف يوم نعلن عن هالبطولة فتبتدي الاشتراكات من اليوم، فنحن حاطين 49 دولة ممكن يزيد ويمكن بعد بس نحن نتوقع في الازدياد. يعني احنا دولة الإمارات في استضافتها وفي الشارقة استضافت سبع دورات استوت علينا الآن، سبع دورات في الهند في روسيا في البرتغال في الصين في، فهذه الشارقة استضافت المرة الأولى وكان العدد هو أكثر عدد استضافته بعدد اللعيبة وحين المرة هاي نحب عدد أكثر فالحمد لله. يعني كل الدول الثانية يوم يقول لك في الإمارات يعني هذه هم يتمنون هذا الشيء. ليش؟ الحمد لله دولة الإمارات الأمن والأمان فضل الله سبحانه وتعالى والسياسة القيادة الرشيدة في توفير كل ما إمكانياته وتسخير كل إمكانيات للمقيمين ولا إن كانوا الزوار. فنحن لابد أن نعكس صورة طيبة عن دولة الإمارات وعن الشارقة ومتاحف الشارقة وأثار الشارقة وتاريخ الشارقة حقيقة. وإن شاء الله تكون السنة الجاية بعد أعتقد الشارقة بتكون عاصمة عاصمة اللغة العربية عاصمة القراءة أعتقد السنة الجاية بتكون فيها. وهذا إنجاز يضاف إلى إنجازات إمارة الشارقة، اهتمامها وحرصها ودعمها اللامحدود بمختلف شرائح المجتمع وخاصة فئة الأشخاص من ذوي الإعاقة، تعتبر فئة مهمة وفعالة في المجتمع، وحتى نحن كأشخاص ممكن حتى نستفيد من خبراتهم في مختلف المجالات. في المجال الرياضي بعد نشوف هناك في تطور كبير ومنافسة جميلة بين دولة الإمارات حتى وبين الدول الأخرى. لكن لو نتكلم شوي عن الاستعدادات اللي تقومون بها قبل كل دورة، أكيد هناك في استعدادات مكثفة. نحن الحمد لله شكلت اللجنة العليا واجتمعنا اجتماع قبل حوالي أسبوعين، الاجتماع تعريفي وبعض النقاط كانوا مغطين الصحافة ومغطين التلفزيون كانوا مغطي بشهر بعد رمضان بدأت تتشكل اللجان الفرعية اللي بتكون اللجان اللي هي اللجنة الأمن والسلامة لجنة الإعاشة والإقامة واللجان كل العلاقات العامة فهاي كلها بتتجهز من الآن، لأن إحنا عندنا لا تنسون نبيون يعني من برا محتاجون إقام تأشيرات ومحتاجين حجوزات ومحتاجين، فمن اليوم بنبتدي. والحمد لله اللجنة العليا فيها من الإزام الأخير من رؤساء دوائر ومدراء هيئات ودوائر إمارة الشارقة، فلذلك لتسخير الأمور فيها يعني عندنا من الإقامة وشؤون الأجانب المدير العام موجود عشان تسخير لها، الأمن نائب القائد العام شرطة الشارقة، عندنا هيئة الماء السياحي، عندنا المواصلات، عندنا البلدية، عندنا التلفزيون، المطار، واسطة الشارقة الإعلام، يعني الحمد لله والصحة، يعني كل هذه تمت باختيارها بعين الاعتبار بحيث أن يكون
كل عضو يسخر الأمور اللي إن شاء الله بتكون فيها البطولة هذه اللي بتصير في 2019 إن شاء الله. يعطيك الصحة والعافية الأستاذ حميد على هذه المعلومات القيمة المفيدة، شكرا على تواجدك معنا اليوم. جزاكم الله خير، الله ونشكر شكرا جزيلا للمؤسسة الشارقة للإعلام والاستضافة. الله ما قصرت. الله يسلمك. إذن مشاهدينا كل شكر وتقدير للمستشار حميد علي العبار نائب رئيس مجلس نادي الثقة للمعاقين وعضو اللجنة العليا المنظمة لدورة الألعاب العالمية لذوي الإعاقة الحركية والبتر 2019 على هذه المعلومات القيمة والمفيدة. نحن مستمرين معكم مشاهدينا في فقراتنا، لكن قبل ما نطلع فاصل بعد أحب أبارك مرة ثانية للخريجين البراعم في مؤسسة شارقة للإعلام ويعني حضانتي طبعا في هذه المؤسسة، ونبارك لكل موظف وموظفة عندهم أبناء مشاركين ومنتسبين في هذه الحضانة المميزة. مشاهدينا ناخذ فاصل سياحي، بعدها نتواصل معكم، تريونا.